خطة ترحيب دول أوروبية سعد بهذه الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، هناك تنديد وانتقاد روسي، بل دعوة إلى انعقاد مجلس الأمن بشأن هذه الضربات. بالفعل رويدا، الموقف الروسي متباين تماما مع الموقف الأمريكي الغربي بشأن هذه الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن. الموقف الروسي أتى تباعا منذ صباح اليوم، منذ باكر اليوم بدأ بدعوة المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على أن تكون جلسة مفتوحة لتقديم تقييم قانوني أولي لهذا الفعل والتصرف الأمريكي البريطاني الذي عقب عليه ووصفه الناطق باسم الكرملين فيما بعد بأنه تصرف غير شرعي، وأن ما قامت به بريطانيا والولايات المتحدة بالهجوم على اليمن هو فعل غير شرعي من حيث القانون الدولي، وأن موسكو تدين هذا الفعل بشدة. مع ذلك أيضا علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية على هذه التصرفات وعلى هذا الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن بأنه تصرف غير مسؤول من جانب واشنطن وحلفائها، بالطبع تقصد بريطانيا، وقالت أن هذا التصرف يهدف إلى توسيع نطاق التوتر في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط بمجمله، وأن الولايات المتحدة وأن بريطانيا تحرف القوانين الدولية، تحرف القانون الدولي، وتحرف قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما أكده أيضا الناطق باسم الكرملين. هناك شعور في تصريحات المسؤولين الروس بأن هناك خديعة مجددا وقع فيها الروس بتمريرهم للقرار 27/22 الذي اتخذه مجلس الأمن منذ يومين بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وهنا تشبيه لما اتخذه مجلس الأمن بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا في عام 2011 والقرار 1973 والذي أسيء تفسيره في ذلك الوقت حسب ما تقول وتفترض موسكو، واستخدم لقصف ليبيا. هنا أيضا إساءة استخدام وإساءة تفسير بل وتحريف مقصود من جانب واشنطن ومن جانب بريطانيا للقرار 27/22 بقصف اليمن، وهو ما يبدو أن روسيا نادمة على السماح بتمرير هذا القرار في مجلس الأمن بعدما كانت معترضة على تمريره منذ البداية. هناك رفض روسي واضح، هناك إدانة شديدة من جانب روسيا لهذه الضربات الأمريكية البريطانية، تصفها بأنها محاولة لتوسيع نطاق التوترات في المنطقة، محاولة للفت الانتباه عن مشاكل أخرى تعانيها الولايات المتحدة في مناطق أخرى سواء في الداخل الأمريكي أو في المنطقة الأوروبية، وخاصة أن ديمتري ميدفيديف هو الآخر علق على هذا القصف الأمريكي البريطاني المشترك بقوله بأن الولايات المتحدة قامت بهذا القصف لتلفت الانتباه عن مشاكلها العويصة في أوكرانيا، أي أنه ربط بين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن بما تعانيه الولايات المتحدة من عدم استطاعة لتحقيق أي تقدم على الساحة الأوكرانية حسب وصفه، بالطبع في إطار المواجهة مع روسيا في الداخل الأوكراني. شكرا سعد.